الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر في المجلس السابق تعريف الحديث النبوي، وذكرنا ما نقل عن بعض المعرفين للخبر النبوي، وقلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وصفة خلقية وحقيقية. ثم يعني فرعنا في مسألة هذا التعريف، وذكرنا فيه شيئا من التفصيل، وأود أن أسأل بعض الأسئلة كي أرى ما هو حفظكم ومراجعتكم بما أخذناه سالفا. من يذكرنا بتعريف الحديث النبوي كما حققناه وكما قلناه في المجلس السابق؟ من؟ تفضل. ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وإقرار بصفة خلقية وحقيقية. طيب، فصلنا في هذا أكثر من ذلك. تفضل. الحديث هو ما يجمع من جمع من الأحاديث لغة، هو ما جمع من الأحاديث. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذه خطأ، لأن مفرد أحاديثه أحدوثه. ونقل الزمخشري أنه قال مفرد أحاديث هو حديث. ومن هذا التعريف اللغة. اللغة. طيب. استلاحا هو ما يراد به يراد به قال ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تكون عند المحصل. أنا بالنسبة للتعريف الذي قيل فيه أن هو كل حديث أو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية، ذلك فيه يعني نظر باعتبار أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في معنى الحديث. هذا من ناحية. وأما من ما أضيف إليه من صفة خلقية أو خلقية أو إقرار أو فعل، ذلك عن الصحابي ويسمى حديث الموقوف عن الصحابي. ترى أحسن من هذا. حديث لغة هو اسم. لا، خلينا في التعريف. الاصطلاح بالنسبة للتفصيل الذي ذكرناه في أن الفعل أو الإقرار صفة الخلقية أو الخلقية ليست حديث، أنا ليس من نفس المنشأ للحديث والقول. لا يشتركون في نفس المنشأ. وهذا اختلاف بين بعض العلماء. طيب، بالنسبة للحديث ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول، بالنسبة للقول لا اختلاف فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة ما أضيف إليه من فعل أو تقرير أو سنة، هذا من كلام الصحابي. إذا أطلقنا عليه لفظ حديث، وجب أن نقيد أنه حديث من قول ابن عمر أو من قول أبي هريرة. أبين فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أردته، تمام، أن أفهمه في سؤالي منكم. إذن فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعل كصلاته ووضوئه وأشباه ذلك، وما جاء في صفته صلى الله عليه وسلم من لباسه مثلا، ومن شكله ومن جسمه ومن عرقه ومن لون بشرته، فهذا كما قلنا يصفه الصحابي تمام وصفا لحال نبينا صلى الله عليه وسلم من الجهة الخلقية وكذا الخلقية. وقد سألنا وأجبتمون وأفدتم في باب الخلق، كان قرآنا يمشي على وجهه، كأن خلقه القرآن وأشبه ذلك. ومر علينا في مسألة وصفه كحديث لون بشرته ولين كفه ورائحته صلى الله عليه وسلم. سنمر من بحث تعريف الحديث النبوي إلى بحث تعريف السنة. وفي الحقيقة يعني إذا أردنا أن نقول أن تعريف السنة والحديث
تقريبا متقارب جدا، تمام؟ لأن السنة إذا أطلقت معروف عندنا ما هو قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ما ثبت عنه من قول وفعل أو تقرير فكله يدخل في باب ماذا؟ في باب تعريف السنة، تمام؟ وألحق تعريف السنة بأقواله صلى الله عليه وسلم دون الكتاب. لما؟ لأن سنن الله عز وجل التي جاءت في كتابه من أوامر ونواهي وندب غلب عليها اسم الكتاب، فلذلك صارت مصادر التشريع عند المعرفين يقولون أولها الكتاب ثم السنة. وإن كانت السنة كذلك، إن أردنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى سن سننا في كتابه فهو تعريف صحيح، لأن الله سن سننا وحكم أحكاما، فمن وقر بأقضية وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ولكن غلب مسمى السنة على قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره ببعض المسائل كما يأتي. إذن فتعريف السنة هو مقارب لتعريف الحديث النبوي، وإذا أطلق في الشرع، وسنعرج على التعريف اللغوي بعدين، ولكن نحن ما يهمنا الآن هو تعريف السنة من جهة الاصطلاح أو من جهة الشرع، تمام؟ فهذا الذي يهمنا إذا أردنا أن نعرف السنة قبل أن نبدأ باللغة. وإن كان قد غلب على كثير من الكتب إذا عرفوا بعض القواعد يقولون لغة ثم اصطلاح، فنحن ربما سنعكس، تمام؟ لأنكم تدرسون مادة الحديث، وما يهمنا من تعريف هذه القواعد هو تعريفها من الجهة الحديثية أو من الجهة الشرعية، تمام؟ وما جاء تعريف أو وما جاء من السنة إلا يوافق اللغة، بخلاف لو عكسنا، تمام؟ فاللغة غالبها توافق ولربما، تمام؟ لا توافق، تمام؟ أي لا نضبطها إلا من الجهة الشرعية، أما ما تصيغ من الجهة الشرعية كالأخبار والأحكام فهو موافق للغة طبقا والعكس. يعني فالله سبحانه وتعالى مثلا قال في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة لما سمعوا هذه الآية ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يظلم يا رسول الله؟ قال: إنما ذلك الشرك، تمام؟ فلما قرأوها من جهة اللغة فهموا أنه ظلم مطلق، تمام؟ شرك أو غيره. ولذلك الصحابة يعني خافوا على أنفسهم، فمش إنسان ما يظلمش، طبيعة الإنسان أنه يغلط يخطئ يعتدي، تمام؟ وخيرنا من يرجع، وخيرنا من يتوب، وخيرنا من يندم. فلذلك لما جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أين لنا، تمام، الأمر ونحن نظلم، تمام؟ ومعروف يعني في اللغة إذا جاءت النكرة، تمام، في سياق الشرط تعم، فلذلك بين صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك الشرك. فعلمنا أن الشرع هنا اختص في هذا الباب على قياس اللغة، يعني فاللغة تعني شيء، تعني شيء هنا، والشرع على شيء آخر وأراد به الشرك الأكبر. اللي حبينا نقوله فما يهمنا في الغالب هو معرفة الاصطلاح الشرعي، تمام، ومعرفة الأحكام الشرعية، ثم نعرج إن شاء الله على باب اللغة، وإن كان كما قلنا هما متوافقان إلا في بعض الأبواب التي قيدت وضبطها أهل العلم أو ضبطها النص الشرعي. طيب، فالسنة إذا أطلقت شرعا أريد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه وما ندب إليه من قول وفعل، تمام، مما لم ينطق به القرآن، تمام. فهذا التعريف جميل وهو مضبوط في الحقيقة، ومن خير ما شفت هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه وما ندب إليه
من قول أو فعل. مما لم ينطق به القرآن إما كلية أو تفصيلا. نعم. ما معنى الكلية أو التفصيل؟ يقول المعرفون أن السنة هو ما قاله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل، إما أن يكون مفصلا لمجمل في القرآن، وإما أن يكون حكما زائدا على القرآن، هذا يسمى الكلية. تمام، حكم كلي مستقل من قوله صلى الله عليه وسلم. تمام، أو أن يكون مفصلا لما جاء في القرآن عموما مثلا أو إجمالا. يعني مثلا نحن اليوم نخرج من الزكاة 2.5%، تمام، من النصاب إذا حال عليه الحول. طيب، هذا القدر الذي جاء في إخراج حق الزكاة هل جاء في القرآن؟ لا، ولكن ما الذي جاءنا في القرآن؟ حكم الزكاة مطلقة. تمام، واضح. ولكن ما علمنا كيفاش قداش نخرجوا الزكاة، فجاءت السنة وبينت لنا. تمام، في كل 20 دينار ربع دينار، فيطلع يعني بالمفهوم احنا بتاعنا التو يعني والارقام اللي عندنا احنا اليوم 2.5%. تمام، من النصاب. وكذلك زكاة الزروع مثلا والمواشي والإبل والبقر، هل جاء هذا في القرآن؟ لا، إنما جاءت الزكاة مطلقة. وكذا الزروع، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. تمام، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. طيب، كيف نخرج مما ينبت من الأرض وكم نخرج؟ تمام، وعلى كم نخرج؟ فجاءت السنة وبينت لنا أن في كل 60 صاعا عشرها، فهذا مما جاء، ممن جاء من كلامه صلى الله عليه وسلم مبينا لما أجمل في الكتاب. تمام، وكذلك زكاة الثمار. تمام، كزكاة التمر وزكاة الزبيب والعنب، واضح. فهذا كله بينته ماذا؟ السنة. وهذا الذي تفرط فيه الكثيرون من أهل البدعة والأهواء وممن يرد السنة فتاه وضل، لأن هذا الذي يتكلم عن مسألة مثلا الأخذ بالقرآن ورد السنة، كيف تصلي؟ كيف تعرف أركان الصلاة؟ كيف تؤدي الركوع والسجود؟ هل جاءك هذا في القرآن؟ لا. هل جاءك الظهر 4 أم العصر؟ لا. والمغرب 3 والعشاء 4؟ ما جاءك. إذن فالذي جاء من قوله صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ تفصيلا. تمام، يبين لنا ما أجمل في القرآن، أو كلية حكم مستقل، كحديث مثلا حريز بن عثمان يروي عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عن المقدام ابن معلي كرم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في سنن أبي داود رواه في كتاب السنة، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن أو ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. تمام، لألفين رجل متكئ على أيكته شبعان يقول: حسبنا ما في كتاب الله، ما وجدتم في القرآن فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. تمام، وهؤلاء يعني نبتوا ونشأوا في أزمنتنا وقديما. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الحمر الأهلية حرام. هذا الذي أردته الآن من هذا الخبر. فالحمار الأهلي اللي هو معروف عنا في البوادي والأرياف ما جاء فيه نص في القرآن أنه حرام. تمام، لا إشارة ولا دلالة ولا مفهوما، واضح. إلا مالك يعني استأنس بقوله في سورة النحل أنه زينة. تمام، والخيل والبغال والحميرة زينة، فلذلك قال لا تؤكل.
فهذا مفهوم وليس بمنطوق، وهل هذا النص يفيد الحرمة؟ أبدا. ويخلق ما لا تعلم، فذكر الزينة وأطلق الله سبحانه وتعالى أنه يخلق أشياء لا تعلمونها، ولكن ما في دلالة على الحرمة. تمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمر الأهلية حرام. تمام؟ فهذا نص كلي يدل على حرمة شيء ما ذكر في القرآن. ولو عدنا إلى القرآن لربما وجدنا غير ذلك، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فإذا أخذت أنت هذا النص المجرد رأيت أنه لا يحرم عليك شيء من اللحوم والمأكول إلا ما استثني هنا. تمام؟ ميتة والدم المسفوح، تمام، ولحم الخنزير، يعني الباقي الكل يتكلم. تمام؟ وهذا كما قلت لكم أننا لو أخذنا بالمفهوم اللغوي هنا المجرد لقلنا أن كل ما لم يذكر في هذا الاستثناء أنه ماذا؟ حلال. ولكن جاءت السنة فأضافت أحكاما أخرى، والكتاب والسنة يجمعان خاصة إذا كانت السنة ثابتة صحيحة. فإذا فحرم صلى الله عليه وسلم الحمير، تمام، فقال الحمر الأهلية حرام، وأنه لا تحل لقطة معاهد إلا أن يستغني بها صاحبه. تمام؟ ثم قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه السنة إما أن تأتي مفصلة أو تأتي بأحكام زائدة. واضح؟ نعم. فنجد كذلك في كثير من الصور كأحكام البيوع وغيرها، فالله سبحانه وتعالى أطلق البيع في حليته، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا أردنا هنا أن نأخذ بمدلول النص أن البيع كله حلال، تمام، وأن الربا كله حرام، ولكن بقي الربا على أصله في الكتاب ثم السنة، ولكن جاءت السنة وأضافت أحكاما أخرى على حلية البيع. تمام؟ فنهى عن بيع المنابذة، ونهى عن بيع الملامسة، ونهى عن بيعتين في بيعة وأشباه ذلك، فهذه أحكام زائدة. تمام؟ جعلت هذا المطلق مقيد في السنة بصور كما ذكرنا. إذن فالسنة كما قلنا قول وفعل منه صلى الله عليه وسلم أو إقرار. تمام؟ خلينا الآن في الخلقية والخلقية، أخذنا لهنا يهمنا توا هذا البحث، بحث القول والفعل والإقرار، لأن هذا يعني مربوط بأحكام الأمر والنهي والنذر. واضح؟ فإذا أطلقت السنة أريد من؟ قوله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الإطلاق لا خلاف فيه. ومنهم من قيد قال أن السنة لابد أن يعتبر فيها التقييد. تمام؟ في من؟ هل في نبينا صلى الله عليه وسلم أو من دونه؟ قالوا في من دونه. إذن أرادوا أن اصطلاح السنة كذلك يطلق على فعل عمر أو على قول عمر، تمام، أو على قول أبي بكر وأشباه ذلك، ومدلولهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تمام؟ ولكن كما قلنا لابد أن يقيد، فيقول هذه السنة مثلا عمل بها عمر في خلافته أو أبو بكر في خلافته، وإذا أطلقت أريد من؟ أريد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخذنا أمثلة عن السنن القولية، وأخذنا أمثلة عن السنن الفعلية في المجلس الذي سبق، وتقريبا مفهوم السنة هو ما أردناه نحن الآن. فالسنة يا إخوتي هذا ما أريد بها، تمام، يعني من جهة الحكم الشرعي أو من جهة المصطلح الشرعي، ولكن من جهة اللغة فهي أوسع من ذلك. ولذلك جاءت السنة يعني من أخباره صلى الله عليه وسلم أن السنة مع حكمها الشرعي يدخل فيها المعنى اللغوي كذلك. تمام؟ لأن سن الشيء، تمام، هو أن يجعل فيه طريقة، تمام، وأن يجعل فيه سيرة. تمام؟ وكذلك لها معان أخرى،
كنلاسة الوجه وسلاقته أو صقالته. فنحن هذا كذلك يعتبر إن وافق ما أردناه من تعريف السنة من الجهة الشرعية فهو موافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك لنا طرقا من حل وحرمة وندب وإباحة، تمام؟ فهذه طرق، ولكن ما هي هذه الطرق؟ هي الطرق الشرعية التي يتعبد بها المرء عبادة لله عز وجل. وسأضرب مثلا في الحديث العرباض بن سارية، وهو حديث معروف مشهور رواه ابن ماجة وأبو داود وغيره من أصحاب السنن. يقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فعهد إلينا عهدا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تمام. ثم قال: فعليكم بسنتي. إذن فعليكم بماذا؟ بسنتي، وهي شرعتي. فالسنة هي الشرعة كذلك، والشرعة هنا المتمثلة في الأمر والنهي والندب والترغيب والمنع. إذن فالسنة هنا جاءت بمعنى الشريعة، وجاءت بمعنى الطريقة، وجاءت بمعنى المسلك. إذا أردتم النجاة فاسلكوا مسلكي كما علمتكم وبينت لكم، تمام. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذه من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، وأظن أنها نقلت يعني في بعض الطرق أنها كانت هذه الموعظة في حجة الوداع، تمام. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم كي نتمسك بماذا؟ بالسنة القولية والفعلية، لأن هي تبين لنا فهم القرآن ونصوص القرآن وعموم القرآن. وإلا إذا أخذنا بالقرآن المجرد، كل إنسان يجتهد لنفسه، وكل يعني يجعل معنى لنفسه. واللغة العربية أخاذة في المعاني، فجاءت السنة لكي تضبط وراء، مش ما نختلفوش. إذن فنرى أن السنة هنا جاءت بمعنى الطريق والمسلك والشرعة. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه ابن ماجة وسنده شامي، وهذا من فرائض هذا الإسناد ومن طرفته، وكلهم صرح بالتحديث من لدن الإمام القزويني وهو ابن ماجة إلى العرضاض بن سارية. وخرجوا أهل السنة يعني من طرق شتى، وحديث ثابت لا يزال أهل السنة يحتجون به، وخاصة في بحث العقيدة وفي بحث التمسك بالسنة، تمام. لأنه قادر نحن نسمع اليوم بعض الناس، تمام، ممن يعني يتكلم برد السنة، وأن السنة فيها الصحيح والضعيف، وكيف نعرفه؟ نقول: أنت هو الجاهل الذي لا تعرفه، ولكن في أناس يعرفونها ويميزونها ويفندون الصحيح من السقيم منها، ويثبتون ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، ويردون ما كذب عليه أو ما كثر الخطأ فيه. أما أنت عليك أن تسأل، لا أن تقول السنة فيها صحيح وضعيف. نحن نعرف هذه المعلومة، تمام، ولكن بين لنا ما يصح وما يرد. ولذلك رأينا أهل العلم كما ذكرنا في تدوين الأخبار، وكان تدوين السنة في أوائل، تمام، في حياته صلى الله عليه وسلم ومن بعده، كيف دونوا السنة ثم دونوا في رواتها، تمام، وتكلموا في أحوالهم ولادة ووفاة وحفظا وصناعة ومشايخ وتلاميذ. هذا يدل على يعني أن أهل السنة لهم دقة في تنقية الأخبار، وهذه دقة متناهية، ما هي موجودة في أي صنعة من الصناعة أبدا. يعني تجد أن الرجل المولود في القرن الثاني تجده اليوم في امتحاناته كلها بين يديه. كيف هذا؟ ارتحل وسافر وهاجر ودون وسأل، وهذا كل علاش؟ لكي تصل لك السنة غضة طريق، فتقول: عن أبي هريرة قال رسول الله، وكأنك تسمعه من أبي هريرة.
تمام. فأنا أقول يعني ممن أحيان يطعن في السنة ويقول يعني ما هو وجه ثبوت هذا الخبر، أتدرون ما أرد عليه؟ أقول هذا الخبر أثبت من نسبك. لو قلت لك أثبت نسبك شو مش نقول نجيب مضمون، قال لك لا أنا مضمون ما نقبلوش. تمام. فالإدارات كلهم كذابة، فهمت، يزيف ويخدر غشم ويقيد في الأسامي بالغلط، فهذا مشكوك فيه. تقول لي هذا بابا وامي، أثبت ذلك. إذا أردنا أن نأخذ الآن فهمتني لما هم يعني يرمون، يعني يرمون نبيه من الشورى، أثبت أنه هذا أبوك وهذا أمك. بس بشتغل بصدق، ها أصدق اليوم فهمت، اليوم فهمت يجيب صغار قبل أصدق وبعدين يكتبوه. ما هو القانون فهمتني لا يمنع من ذلك، يأتون نبيه من الزنا ثم يكتبونه نسبا. فأقول إن نسبك مشكوك فيه، أثبت ذلك. ما يستطيع، يعني هذا الأمر معلوم بالحس، تمام، وبصدق صاحب الدعوة. ولو أردنا أن نأخذ بهذا المفهوم ما يبقى حتى شيء صحيح. فأنا أقول الذي يعني يأتي من الأخبار من طريق هؤلاء الأئمة ضبطا ونقدا وتعليلا وتفنيدا وجرحا وتعديلا فهو غاية في الدقة، وهو من أرفع يعني الأساليب التي يثبت بها العلم الصحيح. يجي تقول شكون قال صحيح البخاري صحيح؟ يعني من لدن البخاري إلى هذا اليوم أمة تتلقاه بالصحة والقبول، تمام؟ وبضبط النسخ، وإلى الآن يروى سماعا يعني في هذه الأزمنة إلى الإمام البخاري. تقول مشكوك فيه؟ أنت مشكوك فيه أصلا من البخاري. أي نعم. إذا فنرى أن يعني هذه الدعاوى لا تصلح، تمام، ولا ينبغي ولا يعني ينبني منها علم أبدا. وهم تراهم يستدلون يعني بعليسة وحنبال ويدرسونها أبناءنا وعملت جبثور وعملت تكر قصته وقال لكم بنات به لم صدرت الصغير وساكن يسمعوا في الفرحين ويروح يقول له شفت عليسة مذكاها وقل له والله هي كانت يعني امرأة وحكمة البلاد. وما أدرانا صحة هذه القصة سوا، هم يعلموها لصغارنا مسلمات بيحكوا لهم على حنا باعل وصدر باعل ومرته المتروحة في النار وقالت النار ولا العار فاثنين، وهلوم جرى من هذه القصص ويرمونها لأبنائنا. وإذا ذكرنا السنة والقرآن شكو قال سبيل، يعني هذا قمة الجهل، لأن الناس مرضى وناس مرضى يعني والدعاوى متاحهم يعني هشة لا تصلح أن تقوى. أي نعم. وكل من استخدم العقل في هذه الأبواب، تمام، ونحن لا ننفي يعني أن يستخدم العقل، ولكن يستخدم هذا العقل لعداء الإسلام وللطعن فيه بما لا يطعن، نقول هذا قمة الجهل. نحن ندخل مثلا بسيط الطب اليوم، يتقرر كتب ابن سينا، تتقرر كتب الفارابي والجزار وابن نفيس وغيره، ولربما هذه تقرر في السربون يعني في الجامعات العليا، ونحن نقول أثبت سند هذا الكتاب. فالحس يدل على أن هذه المعلومات يعني تفيد، تمام، تفيد يعني الصحة. لماذا؟ من جهة التجريد، ولكن من جهة الإسناد الله أعلم. هل رواه ابن سينا يعني لتلميذه وتلميذه رواه؟ ولكن جرب القارئ علم صحيح تجارب التنسية فبنوا عليها وأضافوا، ونحن كذلك علمنا صحيح. ما دام الأئمة هذوما اللي نقل الأخبار هذه عن تاريخ والنفايات متاعهم، تمام، ونعرفهم يعني قال اسمه واحد واحد، فلا شك إذا يعني جاء الإسناد واضحا كالشمس من رواة العدول الثقات، تمام، وسلم كما سيأتي يعني من الشذوذ والعلة القادحة، أثبتنا صحته وعملنا به، تمام. وزد على ذلك ما أكرمنا الله به من حفظ دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرض الصحابة على التمسك بسنته ومنها هذا الخبر، وقال عضوا عليها بالنواجذ. إذا احنا ما فهمناش معناتها العض بالنواجذ هم فهموه، فلذلك فندوا أعمارهم في الجمع والحفظ والضبط. وكان الإنسان واحد فهم يخاف إذا شك في الخبر تقول فهمتني شبيه بذلك قريب من ذلك ونحوه. ومنهم ابن مسعود كما روى ابن ماجه في كتاب المقدمة، كان إذا روى الخبر قال أو كما قال رسول الله نحوا من ذلك أو قريبا منه ثم يبكي رضي الله عنه.
أنه الناس أمناء ما يزيدوش من أقصر. فهذا مفهوم السنة عند الأكابر. كذا فهنا هذا الخبر كما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا أردنا إذن إطلاق السنة أردنا بها ماذا؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وإذا قلنا هذه سنة عمر يعني هذا الفعل من من؟ من عمر. أو هذا القول من من؟ من عمر. نعم. كذلك منها ما رواه الشافعي رحمة الله عليه وابن وهب رحمة الله عليهما جميعا كلاهما يروي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد الصادق ويروي عن أبيه محمد الباقر رحمة الله عليهما يروي محمد الباقر عن عمر وهذا السند فيه انقطاع لأن محمد ما أدرك عمر ولكن هذا الخبر يعني رواه مالك في الموطأ ولا يزال أهل العلم يعني يستدلون به في مسألة جزية أهل أو جزية المجوس. عمر رضي الله عنه لما فتحت الفتوح كانت يعني هذه الأمصار فيها من؟ المجوس. شكون هو المجوس؟ نعم. فقال لا أدري كيف أصنع به. فقام له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال أشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. تمام؟ أي أسلك بهم مسلك أهل الكتاب فيما شرعناه من أخذ الجزية عن اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلد المسلمين. تمام؟ إذن فنرى أن عبارة السنة هنا هو المأخذ أو الطريق أو الشرع وكلاهما واحد. نرى أن اللغة هنا توافق ما جاء شرعا وهو الغالب كما قلنا إلا يعني بعض ما يعني بعض الأبواب وهي قليل. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم أي خذوهم على طريقة أهل الكتاب. تمام؟ إذن فالمجوس وكثير من الفقهاء يرون أخذ الجزية من المجوس. تمام؟ ومنهم من يرى قتلهم. أي نعم يعني إما الإسلام وإما القتل وإنما الجزية فقط جاءت لمن؟ لأهل الكتاب. وأهل الكتاب من؟ نعم. والشافعي رحمة الله عليه أراد أن يبرر أو أن يعلل وأطال البحث في مسألة لما يعني أخذنا بسنة أهل الكتاب في المجوس فذكر أنهم قد نزل فيهم رسولنا أنهم يعني قد أنزل فيهم كتاب ثم يعني وقع فيه ما وقع من الشرك. وهذه قصة في الحقيقة يعني أغرب من الخير. تمام. والشافعي يعني أراد كما قلنا يعني تبريرا لهذا الخبر أو كما يقال حكمة هذه السر. ونحن نقول يعني يلزمنا النص في الحقيقة وهذه القصة يعني ليس لها أي أصل يثبت ولكن أراد أن يبين أنهم كذلك هم أهل الكتاب يعني قديما ثم دب فيهم الشرك. نعم. ومنهم من رأى كما قلنا يقتلون يعني إذا فتح مصر إما الإسلام وإما ماذا وإما القتل بخلاف اليهود. تمام. يدعون إلى الإسلام ثم الجزية. تمام. ثم ماذا؟ ثم القتال. نعم. وقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه أخذ كذلك الجزية عن البربر هنا وعن بربر مصر وأشباهه. فمجموع هذه الأخبار يعني كما يقول أهل الفقه يعني يرقى بها للعمل. تمام. يعني هذا منقطع وكذلك جاء من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بين يعني مسألة أخذ الجزية من المجوس وأشباهه. على كل ليس يعني بحثنا فقهي والآن أردنا عبارة سن بهم سنة أهل الكتاب. تمام. كذلك منها ما رواه مسلم رحمة الله عليه من حديث شعبة بن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن جرير بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فأقبل قوم حفاة عراة مجتبي النمار أو يعني نكسيين اللباس نحن نقول خرق متقلد السيوف فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القوم من مضر أي من قبيلة مضر وهذا القوم تأخر إسلامهم في الحقيقة يعني كانوا قوم يعني من أشد يعني من أشد القبائل على الإسلام وأهل حتى أنه يعني كانت
وفد عبد القيس لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال له احنا ما نجموش نجيو، كان في اشهر الحرام، لانه بيننا وبينك هذا الحي من كفار مرض. فكان هذا القوم يعني عتيد في القتال والحرب، الا في الاشهر الحرم كان يحترم هذه الاشهر. فلخلاهم هذا الوفد يعني جهفه الوقت ذي لانه فرصه. اين فنظر صلى الله عليه وسلم الى حالته، يعني فاقه كبير عليه احنا نقول، وعنده من سيوف جايين يعني باين فهم الجهد والقبل. فدخل صلى الله عليه وسلم ثم خرج فامر بلالا ان يؤذن، ثم صلى فخطب صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمر. قال: فقام رجل من الأنصار يحمل صرة كادت تعجز كفه عن حملها، بل قد عجز. قال: فوضعها، ثم تتابع الناس. يقول جرير: حتى رأيت كومين من ثياب وطعام. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها من بعد لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزره ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا. فإذا نرى أن لفظ السنة هنا جاءت هنا في هذا الموضع: من سن في الإسلام سنة، أي طريقة حسنة. والحسن والسوء هنا ليس من قبيل الرأي والعقل، إنما هو بما يوافق الشرع، تمام؟ بخلاف ما يراه المعتزلة أن الحسن والقبح مفاده العقل، ونحن نقول الحسن والقبح مفاده ماذا؟ النقل، تمام؟ النقل هو الذي نعرف به الحسن والقبح بخلافهم هم. فلذلك يرون أن الرجل يجب عليه الإسلام حتى ولو لم يبعث إليه نبي. نحن نقول أبدا، ورأينا الأقوام قبل الأنبياء كيف كان. أي نعم، على كل. إذن فهنا مسألة الطريقة المسلوكة هنا في فعل الخير والبر أن تكون موافقة للشرع، وهذا ليس فيه يعني كما يقال أنه يدخل في أي إنسان يسن السنة وإذا رأوها حسنة حسنوها، لا، نقول إذا وافقت الشرع، تمام؟ فقال: من سن في الإسلام سنة، أي جعلها مضمونة ومندرجة تحت وفق الشرع، تمام؟ لا أن تخرج عنه ولا أن تضاف عليه ولا أن يزاد فيها، تمام؟ وهذا يعني ما يتمسك به بعض أهل البدعة في بدعته كالمولد مثلا، فيقول: هذا سنة حسنة. قل: كيف هذا سنة حسنة؟ هل فيه أصل من الشرع؟ يقول: استحسنها بعض الناس. لو استحسن الناس كثيرا من هذه الأمور لا ضللنا، تمام؟ فلذلك ما عندنا نحن بدعة حسنة أو بدعة سيئة، فالبدعة مطلقة في سياق الشرع والنص، البدعة بدعة، تمام؟ فلذلك هنا السنة التي سنها هذا الصحابي ماذا كان؟ صدقة، والصدقة مشروعة في الإسلام، فلذلك هنا ما أضاف وما زاد، إنما هذه الصدقة يعني ربما بعض الناس يعني شح بماله قليلا، تمام؟ أو قصر في أداء الصدقة، تمام؟ وإعانة الآخرين. فلما قام هذا الرجل وفعل تتابع الناس، ورأيت في بعض الطرق أن أبا بكر ثم قام فوضع صورة، ثم قام عمر فأعطى، ففرح صلى الله عليه وسلم. فالذي يسن في الإسلام سنة حسنة بما يوافق الشرع، لا أن يخالفه أو أن يزيد عليه، وهذا إما أن يكون في الطاعات والقربات أو في المصالح المرسلة، تمام؟ أو في بحث الاستحسان. نشوف اليوم عن البريد، نشوف اليوم عن المستشفيات، نشوف اليوم عن الطرقات، نشوف اليوم عن الإنارة في الطرقات، فهذا كله يعني من السنة الحسنة مثلا لو أريد بها وجه الله، تمام؟ ورعاية مصالح المسلمين، فهذا كله خير، وهي سنة حسنة في الإسلام، وليس فيها من الخلاف في شيء. فإذا يعني تكلمنا عن البدع الشرعية، تمام، ردوا علينا بالبدع الدنيوية، وهذا خطأ.
يعني نحن مثلا نتكلم على مسألة فهمت بدعة إضافية أو كلية. في شيء قال الكلية لطيف 150 مرة تنفرج لك الكروبات وتصعد في الدرجات في وترى الجنات وهذا ما جرد يعني من هذا الكلام. فنقول هذا يعني إضافة كلية في الشرع، تمام؟ فهذه بما يعبر عنها ماذا؟ بدعة كلية، لأنه أضاف ذكرا وجعل له حدا، تمام؟ وبين فيه كذلك يعني ثمارا، بخلاف البدعة الإضافية أن يزيد شيئا من أصل الشرع. أن يقول الإنسان لما يعطس الحمد لله، وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، فيدخل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مثلا. فإذا أتى بالأصل وأضاف عليه، وهذا وقع في الحقيقة في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. سمع رجل قال هذا فقال كلام حسن، وهذا إن شاء الله يكون لكم انتم يعني كنصيحة وكمنوال ونموذج في الدعوة. فلا يعني تسخروا لإخوانكم إن جهلوا شيئا، تمام؟ ولا تضحكوا ولا تزدروا. فقال له ابن عمر كلام جميل فعلا، أليس هو كلام جميل؟ نعم. ولكن قال ما هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. فالواحد يعطس يقول الحمد لله فقط. فهنا انظر كيفاش يعني نصحه ووجهه ودله على السنة بكلمتين. فانتم تشوف الانسان يغلط لا تضحك عليه ولا تقول ما يعرفش كذا ولا شبيك هكا ولا انت صاحب بدعه مباشره تهجم عليه، لا ابدا، وضح له الساعه الصوره، تمام؟ وبين. وهذا موجب يعني رفيع. ف يعني ما احوجنا الى هذا بكل صراحه. الانسان يكون فطن وذكي ويعرف كل انسان يعني كيفاش ينصح كيفاش يدعوه، مش كل شيء يعني حنقوله بالنفرة أو بالقوة. وهذا يعني أراه في بعض الشباب إذا تعلم سنة ضحك على صاحبه، قلت طبعا عرفتها هذه طبعا قريتها هك جاء. لا، ما هكذا تعلم يعني في إخوانك، لا مش هكذا، بالرفق واللين والمحبة والنصح، خليها حسبة لله مش تتولي تتهكم على غيرك. إيه نعم. فإذا فهذه ماذا قلنا؟ بدعة إضافية، تمام؟ فعلمنا صلى الله عليه وسلم مثلا الاستغفار والتحميد والتكبير 33 33. فنجي انا اقول اعمل 37 37 37، اذا اضفت على الاصل زياده، فهذا شو نسموها؟ اضافيه. والكليه ان يكتب حاجه فهمت اصلا ليس لها اصلا في الشرع، تمام؟ يضيف اصلا يعني اما نافله او قربه او ذكرا يعني ليس له اصل ثابت في ديننا. نعم. فهذا بما يسمى البدعة الكلية وكلاهما واحد. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وهذا يعني من ألفاظ العموم، تمام؟ لفظ الكل واسم الكل يفيد الكلية والعموم. إيه نعم. إذا فنرى أن هنا يعني سياق السنة فيما جاء من الأخبار النبوية يراد به الشرعة، تمام؟ ويراد به المسلك والطريق. والمسلك والطريق يعني هي سنة الله عز وجل في أهل الكفر، ولذلك رأيناه سبحانه وتعالى في كم موضع. فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولا نتجد لسنة الله تبديلا ولا نتجد لسنة الله تحويلا؟ في من؟ في أهل الكفر. أي أن هؤلاء الذين عادوا الأنبياء وكذبوهم فسنتهم واحدة في العقاب والعذاب، تمام؟ فنرى هنا أن الطريق وما قدره الله وما قضى به في أحوال هؤلاء الذين عادوا الأنبياء أن مصيرهم ماذا؟ هو العقاب، إما في الدنيا أو في الآخرة، تمام؟ وما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فسنة الأولين طريقة الأولين وما فعله الله سبحانه وتعالى وقضاه عقوبة في الكفرة الذين صروا. فنرى أن السنة هنا جاءت في القرآن بسياق الطريقة المسلوكة منه عز وجل وقضاء في أحوال أهل الكفر وأهل، أن دائما مصيرهم ماذا؟ هو الخسران، هو الضلال، هو العقاب، النار، وهكذا. فهذا يعني إجمالا ما أردناه من السنة. وربما يعني نذهب بعيدا أن السنة يراد بها كما قلنا في المعاني اللغوية سقارة الوجه
ملاسته، فيقال وجه مسنون أي مصقول، تمام، وأملسه. ويقال كذلك الذي له أنف طويل ووجه طويل وجه مسنون، تمام. وقد ذكر يعني في بعض النوادر أن امرأة يعني جاءت تشتكي زوجها فوقفت أمام الحاكم وكان لها صوت يعني رقيق وكانت منتطبة، فبدأت تتكلم يعني فتعاطف معها الحاكم، وكان الحاجب زاد متعاطف معها يعني يسمع فيك الصوت يقول كيفاش الرجل هذا يضرب فيها يعني المرأة دي ما تستاهل. فقام واحد من الحجاب فهمتني، فقال للراجل فهمتني يتكلم في يعني قال ألا تستحي فهمتني يعني تحتك امرأة يعني بهذه الرقة وهذه كذا تفعل فيها وتفعل، فعمل لك كذا الرجل هز النقاب بتاعه الرجل يعني لا خير لا في المرأة لا خير في الراجل. فهذا الرجل استنكر وجهها، تمام، فقال فهمتني كلام مظلوم ووجه ظالم. يعني تشوف الوجه هذا يعني بتاع مشاكل، اما الصوت يعني فهمت منه انه مسكين انا مريض على كل. فهذا وجهها مش مسنون يعني له مصقول، وهذه خلقة المولى تعالى. ولكن هذا يذكر يعني في الطرائف والاخبار والادب ومن سلك هذا المسلك يعني في تصنيف الادب. اي نعم. نمر الى ما بعده في تعريف الخطا، نحب نمشي بشويه في الكتاب. إذا أخذنا إن شاء الله يعني إجمالا مفهوم السنة يعني من الجهة الاصطلاحية والشرعية، ترى شكون يعاون لي؟ راه أعد بالنظارات. يلا. ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي عنه، وما يجب إليه من قول أو فعل مما لم ينطق في القرآن، إما كلية أو تفصيلا. يعني شكون يفهمني إما كلية؟ ترى أنت. كلية أو تفصيلا بمعنى ما بالدرجة ما فيها بس نسيبش طول الدرب وإن شاء الله نتنحى الحشمة هذه شوي يعني فهم وتبسيطا للأحكام الشرعية المصروفة ترى شوي أنت كلية يعني مثال حمر الأهلي يعني لم يرد في لم يأتي في القرآن فجاء في السنة يعني تسمى كلية حكم كلي مستقل في السنة هكذا أنت أتى بشيء مستقل عن القرآن أيوة هنا. ولكن لا يعني من الجهة الحكمية كلاهما واحد في العمل ها طيب شكون يزيد أحسن من هكذا أنت هو حكم كلية هو حكم الشرعي الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في القرآن كلية ايوه احسن تفصيل اعطيني تفصيل تفصيلان هما ذكر في القران جمله ولكن فصل في السنه كما الزكاه مثلا في الزكاه ورد معناها النص على فرضيه الزكاه ولكن في السنه حدد معنى مقدار الزكاه ومن كل شيء ماذا نخرج معنا طيب ترى كليه هو ما استطاع تفصيل مثال على التفصيل ترى هو جاب الزكاة ترى مناسك الحج خذوا عنه مناسك الحج إيه مثلا كيف ما فالحج ذكرت فيه مناسك في القرآن وفما لي ما تذكرش ترى أعطيني حاجة فهمت مجملة وفي القرآن أو في السنة قد فصلت ترى في الحج ترى الحج إيه أعطيني اللي أنت مستحضر ترى في أحكام البيع فمثلا ترى في أحكام البيع مثل بيعة الليل بيعة في بيعة واحدة وبيعة الغرر في القرآن أحل البيعة مطلقا أحل البيعة وحرم الله ربا أما في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم عدة أنواع من البيعة من يستحضر شيء في الحج ترى؟ اللغة تأخذ اللغة لا في القرآن أعطيني في القرآن شيء ذكر يعني عموما وجاءت السنة فبينته أو فصلت ترى؟ تفضل الصفير مرة سأبدأ في المروة لا في الصفة والمرة ها؟ يعني لا تذكر في القرآن ذكر الصفة والمرة في القرآن ولا تذكر المروة إلا في السنة وعدد الأشواط أحسن عدد الأشواط أحسن أيوه عدد الأشواط هذا جميل طيب تفضل كنت زاد في نفسي مثال الصفة والمرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال بدأ الله في الصفة فابتدأ بالسعي في الصفة والمرة ولكن يشار إليه في القرآن إن الصفة ابتدأ به طيب قطع يد السارق
القرآن كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لم يأتي النص في القرآن على أنه من لم يقم بفرض بالوقوف عرفة ليس له حج. طيب عدد الجمرات في رمي الجمرات. أحسنت جميل. هو جاء الجمرات في جاء الحج بصفة عامة لكن لأن أكثر شيء ذكر يعني شيئا منه أو قطعة منه تمام؟ إي نعم كما قال وليطوف بالبيت العتيق فما سبع هكا حاجتك الحج هكا فهمت مثلا اي نعم ما في سبع طيب كيف هذه السبع ها تكون هكذا يعني ان اجعل البيت عن يساري ام ان اجعله عن يميني مو مذكور شفتوا اذا نشوف حق الطواف يعني ذكر ولكن من جهه التفصيليه لا نعرف تمام الا كيف رايناه صلى الله عليه وسلم او ما نقله الصحابه عنه ومن بعدهم يعني كي يجيش نطوف فما نسخ لك الطوف كيف ها لو كان جاء ما ريناش يعني كيف نقل يعني نقلت لنا السنه ان الكعبه تكون على شمالي تمام لا لا تقول لك انا طوف هكا راح نقول انا طوف هكا وحسبكم في الحج يعني كان ما بينتش السنه كل واحد يقول لك انا يظهر لي هكا نحب نطوف انا كي ندور هكا ندور نحب نغزو بالعكس مش هكا ولا أحيانا تراهم يعني في الملعب في الاثنين دائما يجعلون الملعب عن يساري ها ما عرفش يلعب فيكم الرياضة هكا تمشي كي يدور بالعكس يحس روحه متقلق مش هكا يقول مثلا يعني نحن لا تقول يعني حتى الطواف جاء هكذا عن يسارك البيت اي نعم وقص على ذلك وأشباهه نعم نمر الآن إلى تعريف الخبر لأنه أنا مربوط بالكتاب ولو كانت يعني بيدي يعني قدرة لنزعت هذا الكتاب ولا غيرته لأنه غير مش تاع مستوى أول غير تاع واحد ماجستير إيه نعم غير مستوى أول يعني خاب من خمسة كتب فهمت يعني كان جا مستوى ثاني كيف برشا هذا كم هائل يعني من التعريفات وفي الآخر يعني يخرج الطالب يعني ما هو ضابط تمام أنتم بعدين تقرأوه كمراجعة إيه ولكن هو بكل صراحة ما هو سهل يعني مش سهل بك التايفين في حاجات سهلة فما أبواب يعني بكل صراحة تحتاج إنسان قاري بالكده يعني هو مخرج من تدريب الراوي ومن داعة الحديث نحن التدريب الراوي ده تدريب الفضل ممكن الكتاب الرابع في دراسة يعني قواعد الحديث وهذا اختيارية يعني ما هي إلزامية فما نستبدأ بالبيقوني بعدين نخبة الفكر بعدين يعمل اختصار علوم الحديث ابن كثير تمام بعدين يطبع تدريب الراوي فما اللي يعمل فهمتي غير ذلك فما اللي يقرا الموقف تمام فما يقرا بعث الحديث وبعدين يقرا في التدريب وبعدين يطلع مثلا مقدمه ابن الصلاح يعني هذه اختيارات يعني وطريقه كل بلاد كيفاش يعني كانوا يعملوا هالطريقه هذه بتاع التدرج وبتاع المستويات اول ثاني ثالث رابع ولكن ما هي الزاميه فهذا يعني تقريبا ماخذها من اربع كتب يعني يعطيك بتعريفات كثيرة الحين في الباب الواحد هذا يعني صف أول نحتاج فيه تعريف برك ونجيب عليه يعني برشا أمثلة من السنة ومن القرآن باش الإنسان يستوعب هذا اللي حاجتي به أنا يعني فهمت من يعني من هذا البرنامج أن الطالب يخرج فاهم إن شاء الله ويطلع إن شاء الله المستوى الثاني فاهم كي تسأل على أي يعني نوع من أنواع الحديث يجيب ها؟ نعم نضرب يعني مثال آخر فأنت وأختم لي ثم أمر إلى تعريف الخبر منها قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك أظن أن هذا النص يعني قطعي الدلالة من جهة وظني من جهة أخرى هذه من النصوص التي يجمع فيها قطعي الدلالة وظني الدلالة يعني فما دليل قطعي ما يحتاج يختلف فيه زوز أن الرجل يرث المرأة إذا ما عندهاش طفل منه ولا من غيره قداش شطر ها شكون يختلف في النص ما يختلف على واحد تمام نصف الاثنين كم واحد ونصف الواحد ونصف النص ايوه يعني هذه الأرقام يعني كلنا يعني عقولنا مع يعني اختلاف مفاهيمها وذكائها الأرقام كلها يعني متوافقة النص هو النص إذا شو نقول عليه هذا النص قطعي الدلالة أن الزوج له نصف الإرث من مال الزوجة إذا ما عندهاش طفل
سواء منه أو من زوج آخر. تمام؟ أين ظنية الدلالة هنا؟ في الربع. لا هذا ربع ربع. الأرقام فيها خلاف. لا يكون لا كلمة مقطوعة ما كان واضح. إذا ما عندهش ولد وإذا عنده ولد فعنده ربع. فأين الدلالة الظنية في هذا النص في أي شيء؟ في الابن يعني. لا مطلق. إذا جاء النص مطلق خليه على الإطلاق حتى يأتي يعني ما يقيد. لا إذا كان لها أب أو عندها أبوه ولا عندها بنت. عندها ولد ولا عندها بنت. البنت. البنت كيف؟ عنده اشترى الرجل. عدد الأولاد. تمام؟ دي ما عنده اشترى الرجل، عنده أم أبو، دي ما اشترى. عدد الأولاد بالضبط. لا. أيوه. فهذا يحتاج إلى تحريك ذهن. ويعني هذا يعني من الأبواب التي يعني أردناها في ما سقناه من المجمل والذي يفصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة خلينا نكمل حتى باش نقعدوا فيها برشا. أزواجكم هل مطلب الأزواج يعني نصرانية أو مسلمة؟ أيوة لا هنا لازمك تحرك الذهن بتاعك. يعني الله سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح أهل الكتاب أو أهل الكتاب على الإضافة. تمام؟ ولكن هنا هذا النص مربوط بدمرة سواء كانت نصرانية أو مسلمة أم لا. فهذا النص يحتمل تدخل فيه المرأة النصرانية كما تدخل فيه المرأة المسلمة والعكس في حقها. تمام؟ ولكم الربع مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، فإن كان لهم ولد فلكم الثمن مما تركتم من بعد وصلي. فهل هنا كذلك المرأة؟ تمام؟ أو هذا الزوج مسلم أم غير مسلم؟ مسلم. إذا لما تقرأ هنا ما تعرفش أنت. أنت ليش عرفت؟ فما نص آخر. فهمت ولا؟ أما هنا ما عرفتش أنت. فما المشكلة؟ تمام في احتمال المعنى. وبقى عندنا المشكل الآخر اللي هو أشكل من المشكل الثاني. لأنه هذا عرفتم فيه أنه فهمت. ولكن كيف المشركين حتى يؤمنوا؟ مثلا هذا عندكم فيه نص واضح في القرآن. طيب قال آخر. لكن الجزء الثاني إذا كانت المرأة إذا كان زوج مسلم لكن المرأة كانت هي نصرانية. أحسن. هل هي ترث كذلك؟ أيوه لهنا هذا هو اللي حبينا نوصلوا له. تمام؟ هل ترث أم لا؟ نقول لا ترث. لماذا؟ لأن السنة فصلت ذلك. لا يعرف الكافر والمسلم. أيوه. فهذا النص بين لنا أن هذا يعني المراد هنا من الزيجات هن المسلمات فقط. تمام؟ فأتت السنة ووضحت هذا المشكل أو هذا الاحتمال. لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. يعني حتى ولو كانت مرته. تمام؟ إذا ماتت يعني المرأة بتاعه النصرانية أو اليهودية ما يرثاش. وكذلك لو ماته لا ترث. تمام؟ هم يرثوها أهل ملتها إذا كان عنده إخوة ولا أبوه ولا أم بناته. تمام؟ وهكذا. نمر إلى الخبر. كذلك في مسألة الخبر اختلف يعني أهل العلم والخلاف هنا يعني ما هو كبير وما هو صعب. منهم من يقول أن الخبر هو الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. تمام؟ أي راوي يروي خبر على النبي صلى الله عليه وسلم نسمي هذا ماذا؟ خبر. تمام؟ إذا قال عمر قال رسول الله نعرفه من جهة النوعية نقول هذا خبر. تمام؟ وإذا روى التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا خبر. تمام؟ ما نشبش نتكلم على قسمه تو نوع خبر عنا فيه مرسل ولا أي شك بش يجي الإسناد خبر. أو روى التابعي عن الصحابي قال رسول الله خبر. تمام؟ إذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول المفعل ماذا نسميه؟ خبر. وقالوا ما جاء دونه نسميه أثر. تمام؟ يعني يجعلون الأثر إذا رأيتم فقيها قال وقد جاء في الأثر ويسمي حتى حد. إذن فيريد به ماذا؟ صحابي. قول صحابي ما سماش لسمى صحابي ولا سمى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أثر. وإذا قال الفقيه وقد جاء في الخبر حديث. تمام؟ يريدون به ماذا؟ حديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما مر علينا في السنة إذا أطلقت وإذا قيدوها يراد به من دونه. تمام؟
اي نعم. ولذلك هم استشهدوا يعني بمسألة تصنيف البيهقي للسنن الكبرى، وقالوا يعني أن السنة يعني لما أخذنا يعني هذا التعريف، قال أنه البيهقي يعني قد ذكر في كتابه الموقوف والمقطوع وأشبه ذلك، وسمى كتابه السنن. تمام. فنحن نقول لا، يعني ما هكذا يعني الإنسان يستدل بمسألة يعني تعريف السنة أن يدخل فيها هذا وهذا، لأن البيهقي رحمته غالب ما ذكر في كتابه هو المسند المرفوع، ويذكر بعض الموقوفات، فلذلك سمى السنن تغليبا. كذلك مثل ما ذكر مسلم يعني ذكر بعض الآثار الموقوفة، والبخاري ذكر وغيره كذلك. تمام. فهذا يعني الإنسان يعني يقول احنا يذكر هيك شيء يعني باب الشاهد أو هيك يعني، لكن ما يستدل بهذا يعني بالتعريف أنه خاطر ضمن كتابه الموقوف والمقطوع، لا، ولكن أكثر كتابه هو المرفوع، لذلك سماه سنن. وتأتي بعض الموقوفات وهي قليلة يعني نسبة إلى المرفوع. نعم. قلنا إذن الخبر ما أضيف إلى النبي، والأثر ما أضيف إلى من؟ صحيح. هذا مسلك يعني. وانتم إن شاء الله بعدين كتاب يعني تحل الكتب الحديث، وبعدين تتعرفوا يعني إذا الإنسان ساق الأثر أو الخبر، تعرف يعني الشخص ماذا يريد من الخبر وماذا يريد من الأثر، ولتعرف المصنف شنو حاجته من الاصطلاح هذا. تمام. لأن هذا يجري فيه الخلاف، ومنهم من قال أن الخبر يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع نفس القصة. تمام. ولكن ديما يحتاج لماذا؟ تقييد. تمام. هذا خبر من قول عمر، أو هذا خبر من قول الحسن، من قول ابن سيرين، من قول سعيد بن جبير. إذا النجم سموه خبر النجم. تمام. يعني الخبر هو النبأ. تمام. وهو الحديث كذلك، فإذا تكلم عمر كلامه حديث، وإذا تكلم ابن سيرين فكلامه حديث. تمام. ولكن هذا المصطلح اشتهر به تقريبا يعني أهل خراسان أكثر من غيره، فيقول الخبر ما جاء عن النبي، والأثر ما جاء عمن؟ عن الصحابة. وكذلك يقال للأثر هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ومثال ذلك مثلا الإمام الطحاوي صنف كتابا كاملا سماه شرح معاني الآثار، وكله من المرفوع. فنشوف أن مسلك هذا الإمام أن الآثر يريد به ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ومن بعده. إذا فهذه المسألة يعني نقول واحنا من ضيقه هشباش، فأن تبع سياق المصنف وما يريد به من هذا التعريف فنكتشف القصة. تمام. ولذلك يقول العراقي رحمه الله عليه: وسلم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد أو قيد تبر. يعني يقول: وإذا وقفت بالأثر عن غيره من كلام صحابي أو تابعي أو من دونه فقيده. تمام. حيطة، ومش من قدش مشكل لغيرك، يعني الأثر كذلك مختلف فيه، يعني فما يشكون يقصد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من يقصد به الموقوف، وفي من يقصد به المقطوع. فقول لك قيد أثر عن عمر، أثر عن الحسن. تمام. وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصورة ماذا؟ واضحة. ها؟ إن شاء الله غيرنا بشنا عبد نسأل عليه المدير ندخل في الأنواع الآن. ها؟ ثم ذكر هنا تعريف الإسناد والسند، وهذا يعني أعجوبة بكل صراحة من هذا المقارن، لأن السند هو الإسناد، فهو فرقهم ثم قال ما هو واحد. فهذا عرفتك اللي فهمت عملنا هكذا، لكن قيلها فهمت ايوه جينا في نفس المحور. اي نعم. فالسند ناخذ لغة الساعة ولا ناخذ الساعة اصطلاحنا الحديث، اصطلاحنا الحديث هي الطريق الموصلة إلى المتن، هذه يسموها أهل الحديث السند، هي الذي يستند إليه هذا المتن، هو الطريق المروي. تمام. هو الطريق الموصل إلى المتن، الموصل إلى المتن، اللي هو متكون من الرواة اللي احنا توقعنا نذكرهم. تمام. وعندنا قلم نكتب جد. شكون يعاود تعريف السند؟
المتكون من ماذا؟ انت رجعني بعد في التخريج لا تكتبوا عني شيء، عندي معك حساب يسير. طيب الحديث يا إخوة يتكون من قسمين، سند ومد. نعيد، الحديث يتكون من قسمين، سند ومد. أيوة، سند ومد. مش نقسموه، مش نذكر هوني السند ونذكر هوني المد. ديما أنا كي نعمل في الأمثلة دائما موطأ مالك أسهل ما هو موجود. ها ديما ثلاثة أولوات سهل مالك. أيوة مالك نافع. أيوة لا شكون عملنا عليها قصيدة تأتي جميلة إن شاء الله. أيوة معقلة. إذن نحن تعريفنا الآن في هذا الموضع من الحديث هو السند المتكون من ماذا؟ متكون من هؤلاء الرواة. طبعا مش مالك نافع بن عمر. تمام؟ أي سند؟ ها؟ أي نعم. مش قول شنو تعريف السند يقول لي مالك نافع بن عمر. لا. أيوه. فالرواة الذين ينقلون الأخبار تمام؟ تحملا. تمام؟ راو عن راو عن راو نسميه ماذا؟ السند. تمام؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ المد. إذا هذا هو السند وهذا هو المد. نعم. وسمي سندا لأن المتن يعتمد عليه. تمام؟ كيف نعتمد هذا المد؟ إذا كان سنده قويا. فإن كان ضعيفا يعني شوف حتى بالمرض يضعف المتن. تمام؟ إذا صح المتن صح السند إطلاقا. تمام؟ إلا إذا بينه إمام ناقد وأعله بعلة هو يعني يوضحها لنا. تمام؟ ويبينها لنا. ولكن إذا صح السند في الظاهر تمام؟ فهو يفضي إلى صحة ماذا؟ المتن. إذا فهذا هو السند. واحنا ساعات نقول له فهمت حطيت مسند. مسند معناه. علاش؟ يعتمد عليه. وقبل كان فما كلمة مسند في بيت النوم كانت طويلة هذيك عرفتوها طويلة. نحن هذاك ما عادش فهمت. يقول لك هذاك مسند يستند عليه. إي نعم. فوصل يعني حتى لغتنا قريبة. إي نعم. إي نعم. فقريبة يعني من هذا الوجه. إذا فالسند هو سلسلة هؤلاء الرواة الذين يروون الخبر. تمام؟ سواء يعني مالك أو غيره. وهذا يذكرني بقصة يعني في واحد يتعلم في النحو. تمام؟ ضرب سيد عمه.
ضرب زيد عمرا فعل مفعول به تمام. فقالوا له فهمتين ضرب فريد مثلا محرزا فقال لا اعرف يعني هو مشكلته في الفعل والفعل مفعول به ديما زيد وعمر اللي يتحطوا اخرين ما يعرفش يعرف في ملوش العبره بالحركات مش باسماء الناس اي نعم. وفي واحد قالوا له علاش ما تتعلمش النحو فقال وما هو فهمتين فقال يعني كي يستقيم لسانك فقالوا له قل فهمت ضرب زيد عمرو فقال لما ضرب زيد عمرو فقالوا له دي مثال هذا نضربه يعني للتعلم فقال اوله كذب لا حاجه لي فيه ايوه زين مش حل بالكل اما تبكي اي نعم. اذا فهذا هو السند ما يعتمد عليه. فلذلك حتى اذا يعني عدنا الى يعني من جهه اللغه يقولون فهمتين هو ما عدا من الأرض وارتفع وهو أعلى سفح الجبل ولأن رأينا أن نراه كالعماد تمام الذي يعتمد عليه أو الذي يعتمد عليه الشيء فينا. وقد جاء يعني في بعض الأخبار النبوية قلت لم أقف يعني هذا عليه ولكن الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النساء يسندن الجبل تمام أي يصعدن الجبل ويرتفعن عليه باش يصير الجبل كأنه هو العمدة اللي هو ركزين فوق وهذا هو المراد من السند. نعم. إذن السند والإسناد في الحقيقة هما واحد. ما أعرف باش ما نكثرش عليكم سهل. نعم. لذلك قديما إذا روي المتن قبل كانوا أحيانا يعني يرون في المذاكرة هي سند. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. وقال إذا حب الضبط ويقول قال رسول الله من عمل به كل وسنده ممن فالاثنين يذكر تمام يحيى بن سعيد الأنصاري إبراهيم التيمي علقمة عمر بني الإسلام على خمس ممن فالاثنين يذكر فالاثنين وهكذا هذه شو نسموها المذاكرة هكا قبل يعني إذا حابوا يعملوا مجلس خفيف فهمتي يعملوا ألف ألفين فهمتي يبدأوا بالأطراف وبعدين فهمتي بالأسانيد قمة يا أخي قمة في الحفظ وصيانة للسنة رحمة الله عليه. نحن اليوم بدنا إن شاء الله نسأل المرة الجاية إذا فهذا هو السند وهذا هو المتن. والمتن يعني في تعريفه قلنا في الجهة الحديثية هو كلام رسول الله أو كسائر المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا مش ناخذ المثال هذا حتى في الموقوف الناس يقولوا هذا المتن كلام عمر. خلينا الان على هذا السبب تمام. فالمتن هو الكلام المنقول من قبل هذا السند تمام. اذا فيكون هذا المتن. والمتن لما نسميه متن كما يقال شيء متين تمام قوي بما قوي هذا قوي بالسند اي نعم. ولا إذا كان أي كلام يتقال فهمت فنسأل عنه يقول هذا من كلام فهمت. مثلا لو إنسان حدث بحليل ثم قلنا له القصة هذه صحيحة أم ضعيفة أم هذه يعني لها حقيقة أم هكذا تضحك الناس فيقول أنا يعني خرافة حديث كذا فعلا لما قلنا حديث فعلا ليس بالمتين ما نحتاجه هوش كلام فاضي احنا نقول تمام. نعم. هناك من بعض أهل العلم من يقول أن المتن مضطرب لكن سنده يصح. هذا حتى خلينا ساعه يديك. أيوه الشبل. أيوه. أنت شبل الحديث أنت. لا هذا شرط وجينا عند البحث. أيوه. نتكلم صح السند؟ صح. في الغالب. قلنا حتى يتكلم ناقد يقول فما مشكل في المتن. وقت يمشي معك. أما نقول الآن في الإطلاق والضار. طيب من يذكر لنا سندا اخر خنشوف شكون يراجع شكون مين يحفظ سند ترى اعطيني انا احمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ايه ده تحفظ فيه مثلا هذا
راح شكون يعطيني؟ حديث انه من عمل بنيه في البخاري. امشي. قال حدثنا الحميدي. شكون هذا الطالب؟ البخاري من البخاري. اه يا زيد. حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري. حدثنا محمد ابراهيم التيمي. قال سمعت علقم بن مقاس ليسي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر. ايه؟ انه من عمل بنية. ولكل امرئ ما له. عن طاووس عن هشام بن حجير عن ابن عباس في قول الله ومن احنا صبرنا عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم انما ينظر الى قلوبكم. اي انت كان اسم الصحابي فقط انا حاجتي بالسلسله. ميسج. يا اخي بن اسماعيل شكون هذا بن اسماعيل؟ انصاري. هو نفسه فين؟ رأينا لكم طيب عارفة مشكوم ابن مقاس ليسي شفتوها المادة هذه أكثرها يعني بإذن الله توا باش ندخل في الأنواع لما نعبد بأنواع ما تنجموش تفهموها إلا بهذا النحو. شفت الدورات التي يعني الآن هي موجودة في بعض المتون الحديثين يعني لا تفقهون منها إلا ربعا أو ثلث إذا حابين نمشيو أكثر لأنه خاصة في الأنواع هذه كيف تتعدى علينا الآن ما نجم نفهموها كمدان وقت يستوعب الإنسان يفهم مش معناتها النوع هذا ها؟ يعني هم كي يشرحوا يعني يبدأوا يشرح في أي كتاب من المصطلح كلاما فقط تمام؟ يقول لك المعضل كذا المنصر كذا المنكر كذا في المطار كذا ولكن حتى يضرب مثال يتنسى خاطر هو قاعد يتكلم معلومة وراء أخرى فتبدأ دورة ساعتين وثلاث ساعات يكمل الكتاب أنت قعدت بالك يعني في المنكر شنو قصد وشنو قال هو فات المنكر وفات الامر بالمعروف وفات الدنيا الكل فهمت اي نعم انت قعدت بالك في هذيك خاطر ما فهمتهاش اي نعم فان شاء الله بالامثله يفهم هذا اي عنه قال الرسول إنما أعمال بالنيات احفظوا هذا الخبر. مش قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل شو هو الثلاثة في سمعت وفي قال وفي أن هذا إذا دل على أن بعض الرواة يغيرون أحيان صيغ التحمل. هذا إن شاء الله يأتي هذا في المطولات. ها؟ خاطر هذا يقع فيه مشكل كبير اليوم فهمت لما يمر يعني تمر بعض الأساليب بالعنعنة وفيها يعني من يدرس فيأخذونها على ظهره. ولا يأخذون باعتبار تغيير الصيغ. يعطي منها معنى الحديث ينقل معنى الحديث لا لا الصيغة. أيضا يقول مثلا حدثنا إبراهيم يقول عن إبراهيم تمام سفيان مثلا إذا روى الخبر سامع من يحيى بن سعيد مثلا قال حدثني إبراهيم فسفيان لما روى الخبر قال عن إبراهيم عن تمام عفوا سفيان قال عن يحيى عن إبراهيم ما التزمش الصيغة بتاع حدثني إبراهيم حدثني هذا يعني يقع يعني من أكثر الرواة
يتصرفون في الصيغة إن ثبت لهم النص، يعني إذا الخبر صحيح يقلقش كي غير الصيغة خطر ثابت عنده صحيح. فإذا تشوفوا شعبة، احنا مر علينا ترجمة شعبة، ما أخذنا ترجمة شعبة، أنه يعني يقول أنه كل حديث يعني قتادة فهمت إذا قال قال أو حدثنا الناس، وإذا قال عن فهمت لفت وجهه عليه. ولكن شوفوا اليوم أكثر السنن فهمت، وإذا يعني نقربوا ترجمة صحيح مسلم والبخاري تلقى شعبة عن قتادة فماش حدثنا، واليوم شعبة يخاف منها تمام؟ إيه نعم، فيروي عن قتادة وقتادة يروي عنه، هو خايف من قتادة لأنه قتادة مدرس تمام؟ ولكن شعبة يروي. إذا شنو هي القصة اللي سمعناها؟ أنه شعبة إذا قال اسمع قتادة قال عن قل أفضل تمام؟ قل هاني ماشي المجلس فهمتني مجلس آخر نسمع فيما نحجعك، إذا بديت يعني تسوق بصيغة عنا أنا ماذا بي ما نسمعش. أما إذا قلت القتادة حدثنا وأخبرنا نكتب، ولكن نلقاو أن هذه السنن فهمت الموجودة والمرويات في البخاري ومسلم نلقاو الشعب عن قتادة عن تمام. هذا يدل على أنه في تصرف ثابت، هو الخبر عن شعب ما نقلقش بعد كي يبدل يقول عن ثابت صحيح على كل مش هذا طبعا، هذا بحث نوعا ما متقدم. هذا ماذا نسميه؟ السند. ها؟ الإسناد أو السند أحسن. وإنما الأعمال بالنيات ماذا نسميه؟ ما معنى مد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. المد. طيب. المد. ما انتهى إليه السماء. نعم. ما انتهى إليه السماء. نعم. ما انتهى إليه السماء. الكلام المنقول عن السماء. نعم. هذا ما انتهى إليه السماء. وهذا مبتدأ السماء. وهذا انتهاء السماء. لابد لنا أن ندقق في العبارة. الكلام المنقول عن السماء. طيب. هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم منقول عن هذا السماء. تفضل. مروي النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسج. بلى مسج. إذا فهذا هو المد، وقلنا أن المد يأتي من المتانة تمام، وهو ما قوي من الشيء ويقال فانتني شنو؟ شيخ بالضرورة يكون مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلنا إحنا كنا نأخذ بالتقي يعني إذا أردنا يعني التوسعة يولي الكلام لآخر مقيد. أه قل هذا المد من كلام عمر، هذا المد من كلام الحسن، وقص على ذلك. إن شاء الله رجل يسأل على السند والمتن والخبر والأثر امتحان شفوي. ها أه؟ واحنا ديما نعمل امتحان شفوي. طيب صاروا نشوفوا يا أخوان الأسئلة نكتفي بها ما مرة يقول الراوي حدثنا يقول عن يقول عن لا يقول يكون سيدنا عمر مرة قال حدثنا تنظر مرة قال أنت يوم تقول قال رسول الله صحيح تقول عن ولكن البخاري بالقتل مثلا عن شيخه إذا روى تمام يقول حدثنا، يعني هو مع الشيخ هذا ومعه طلب قل حدثني وحده، يعني البخاري كان عنده دقة في مسألة يعني صيغة التحمل عن شيخه مش في الإباعة
لأنه هو النجم اللي بعده هما اللي مثلاً وقع تحويل في السيرة. لكن البخاري ما أدراه. لكن يعرف الحديث ثابت. يعني ما دام مثلاً شعبة خرجه فمن بسيرة عنه أو حدثه عنه، خاصة إذا روى عن قتادة، قتادة قال عنه. يعرف البخاري متأكد أنه هذه رواية شعبة عن قتادة ثابتة وكانت الصيغة عنه. تمام؟ فيفهم أنه فما تحويل. مثلاً نجم يصير هذا. إيه. فذلك احنا مش يتعدى علينا من بعد في قاعد يمشي في باب التدليس مثلا يعني عندنا جمله ونلقاهم الكل موجودين في البخاري ومسلم وسياق صيغه عام يعني كيف نسوي هذا ان شاء الله ياتي شيخنا الله رواه المدلسين هم فقط نعم يعني كده المدلس فهم هكا فهم هكا فهم الثقات وفهم اني مجروح يعني هذا الباب دخل فيه الصنفة فالكذاب ذاك يعني ذيك النجاة متاعه ها ذاك علاش درس اما الثقة يدرس لعدة اسباب ها مش على خاطر يطيح ضعيف ها لا ابدا اما برشا قصص او نظر ما نتناولها ثم سنة اولى هذا بيا ما نفولش برشا أحيانا واحد يبدأ طايح مثلاً يعني مطلوب من قبل سلطة الدولة مثلاً فكانوا قديماً بعض الرواد يطيحوهم أظنهم يسميوهمش ها هذا سبب طبعاً سنأتي يعني ببعض الأسباب فهمتي لما يسقطون بعض الرواد يعني مش ضرورة لطايح ضعيف ولكن أحيانا يكون مطلوب هذا يعني لو أنا أجلس في مجلس في الجامعة أقول حدثنا سفيان الثوري مثلاً عن كذا هذا كان بعد سفيان شدوه جيبوه وريتوا سفيان يقول لهم في دار فلاني يمشي يجيبوا سفيان ها فلذلك يقول طيح سفيان يعدي فهنا طيح ثقه وهنا طيح ضعيف او طيح ثقه جابر طيب ولكن تستر عليه تمام او يكون معروف مثلا بصفه من الصفات فهمتني حدثني ثقه العابد والثوري معروف بقيام الليل غطى ايش يكون هذا يعني ما نعرفوش تغطية هذه فعنده سبب يعني خاصة الثوري كانت عنده مشاكل كبيرة في زمنه وكانت الدولة تلاحق فيه من ولاية لولاية فهمت وهو هارب من ولاية لولاية المهم فهمت طبعا هو مش كانت يعني مسألة سجن فقط ولكن احنا نقولوا الشخص هذا ما يحبش يتعايش مع الناس هذول ها يكثر عليه يعني من الطلبيات ويكون لنا مفتي ويكون لنا إمام الكذا وهذا كله يعني قال اسمه تدرج اي نعم باش يطيح في باب اخر فالثوري كان من ابعد الناس اي نعم ما يحبش يدور بها المواضيع عليه لانه يعرف من روحه انه نفسه ما تصبرش او ما تتحملش لو يكون قريب من هؤلاء انه يضعف يضيع دينه وفما ائمه اخرين كان قوي يعني قوي يعني فهمني قوي الشخصيه ما يتغرش اي نعم كيف شكونك؟ كيف مالك؟ باهي سيدي كيما برشا ان شاء الله هذه على مراتب يعني الناس على مراتب في هذا الباب اللي خاف من روح الفتنة في ملاصقة هؤلاء ومقاربة هؤلاء فعليه أن يكون كما يرى الأسد طيب يقول هناك من يقول من العلماء من صلى صلاة العيد تسقط عليه الجمعة إن كان فما رأيك في القول ما هي سنة العيد بارك الله فيك والله أقول فهمتني أي نعم فهمتني فهي رخصة قد رخص فيها صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع العيد والجمعة فله أن يصلي العيد ولا يأتي الجمعة ومن أتى الجمعة فلا بأس أي نعم ولكن فهمتني تسقط عليه من وجه الرخصة ومن ثبوت السنة في ذلك هذا ليس يعني لا مجال إلى الرفض ولا كلام إمام لا هذا من النص أي نعم طيب سنن العيد والله هي كثيرة فهمتني يعني أجملها فهمتني صليوا في آخر البلدة إن كان في المقدور تمام والإمام فهمتني يخطب العيد فهمتني لا يرقى شيئا ما يطلع فوق حتى شيء لا دروج ولا كرسي ولا حتى شيء إيه نعم فهمتني يخطب خطبة واحدة لا يجلس بينهما ما يشكل جمعة خاطر
ويذكر الناس ويحرضهم على الصدقة وعلى فعل الخير وعلى المؤاخاة وعلى حب الآخرين من إخوتهم المسلمين. يسن خروج النساء حتى وإن كن حيض، ولكن يعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى وجوب خروج النساء. نعم، فهذه يعني بعض السنن. ما فماش هذه الخرجة فهمت بتاع الإمام يمشوا له للدار فهمت الخرجة قال له خرجكم من هذا شيء؟ لا، هذا ليس من السنة في شيء. وفما يخرج بالعلامات كأنهم يذكرون فهمت بك جماعة الياسر ايه مثلا، لا هذا ليس من السنة في شيء. يخرج الإمام فإن وافق جمعا يعني في زقاقه ولا في طريقه فلا بأس، ما يمشوا له بالذمة ويخرجوا له كل الخرجة وجماعة الكورة يقول لك الدخلة وهذا ما جرب شو ندخل يعني في نوع في كلام آخر. إيه كذلك بكل صراحة يعني لا أكره الصلاة في الملاعب أبدا، هذه مواضع يعني من أبغض بقاع الأرض، كفر، سبان، قمار، يناصيب، كروموسبور، الدنيا الكل مربوطة في ذاك. فالأولى بكل صراحة وأرى أنه ما تتصلاش في أماكن كيف هناك. هذه بقاع مشغلة والإنسان يشوف بطحاء فلات مأوى فهمت، ويكون في آخر أو في طرف الحي أو في طرف الكبر. شيخ نفس الحكم بالنسبة للإمام صلاة الجمعة، يعني نجم الإمام ما يصليش الجمعة يعني؟ إيه نجم، إيه نجم. خلينا على الجو شوية. يقول معناه يجب الإمام أن يذبح معناها في المصلى. نعم، ثبت في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح في المصلى. فيما علمنا أن الموطأ مالك من أصح الكتب، والإمام شروط في تأريخه، ولكن لا نراه على رأس الكتب والصحاح على خلاف البخاري. فماذا يعني ذلك؟ ما ضمن البخاري تمام، وما ألحقوه بالكتب الصحيحة أو بالسنن الست، لأنه ضمن كثيرا من رأيه ومن تمام اجتهاده واستنباطه تمام. فلذلك ما جعلوه كتابا حديثيا، واضح؟ فتجد مالك أكثر في كثير من الأبواب من قوله ومن رأيه ومن شرحه للأخبار تمام. فلذلك شافوه أنه كتاب فقهي حديثي، ما عادش حديثي بحت. فلذلك فهمتني هما لما يعني، وهذا طبعا يعني المسألة بتاع جمع الكتب الست والمسانيد هي يعني كلام الأئمة على عبر يعني القرون والأزمنة، ضموا هذه الكتب وجعلوها يعني هي أصول أهل السنة وأصول المسلمين في مسألة عودهم إلى الحلال والحرام. هذا يعني من أكثر يعني الأسباب اللي ما خلاوش موطأ مالك فهمتني ملحق بالست، والله وهو أصح الكتب كذلك أو من أصح الكتب كما هو معلوم، لأنه ضمن برشة كلام وفيه برشة فقهيات. فشايفوا أن هذا الكتاب ما عادش حديثي بعد. طيب هذا يعمل لي يعني بكل صراحة برسة أسهل فيهم. طيب خليني نجاوب على بعض. فأنا مسألة تكلمت عن المشايخ في هذا الزمن أنه برشا منهم أناس ما يستاهلوش يتسماوا شيخ أصلا، أي نعم، أو عالم، لما استقرئ من أحوالهم يعني وما أخبرنا به، ومش كل حاجة يعني نسمعها كلها. تبقى أحيانا بعض الأمور يعني يتحفظ عليها الواحد سلامة لصدور الناس. إيه نعم. وأنا أقول الإنسان إذا أردت أن تتبع شخص فاستقرئ حاله. قلنا نحن شوف الإنسان إذا حاله مستقيم تمام في الظاهر واللي يقوله قاعد يعمل به، فإن شاء الله هذا يقوله على خير تمام. والإنسان اللي تشوفوه يحكي في كلام وهو بعيد عليه فهذا يعني ضعوه جانبا
مش بالضرورة باش تسب ولا تشتم، لا أبدا، دعه واتركه، والحق له آذان مسموعة. هذا من كلام معاذ بن جبل كما ذكره أبو داود في كتاب السنة من سننه. يقول أن الحق له آذان مسموعة، يعني يطرق الآذان وتستشعره أنه حق. فأنا نحب نقول أنه مش نقصد في شخص بعينه، حتى لو كان نقصد مش بنسميه هذا، ندخل الناس في مشاكل. أنا ما هو هذا طريقي ولا هذا يعني منشئي، وما هكذا درست وما هكذا يعني تعلمت وتأدبت، ولكن أنا أقول باش الإنسان ديما يحط الروح هكا، يبديش عينيه ظلمة في كل شيء، ديما عنده شيء مرحيب. هذا اللي نحب أقوله حتى مع يعني حتى مع شخص، هذا أقوله يعني إليكم يعني لا تعتقدوا فينا شيء، إذا رأيتمونا على خير وما نقوله نفعله فاحمدوا الله على ذلك، أنه فما شيخ الإنسان يظن فيه الخير، أما لا تحطوه في مراتب عليا ولا في عصمة ولا أنه إنسان دائما كيف حد ولا شيء أبدا. خليه الناس كما هي، نحترموه على علمه على خيره لا أكثر ولا أقل، ما نزيدوش في حق الشخص ولا النقص. أما ترى الناس اليوم يعني عجب العجاب، فالله المستعان. يقول ماذا تعني الأحكام مندوبة بدون نهي مستحب؟ والله هذا يا أخي بحكم في الأصول وهو كلام يعني معلوم في تعريفات الأصوليين، فالمندوب هو المستحب. ما هي فائدتها؟ يعني فائدتها أن تعرف إذا تركت شيئا هل تأثم عليه أم لا، أو إذا فعلته تؤجر، وإذا تركته فأنت ليس عليك شيء، وهكذا يعني كي تعرف يعني من أحكامك التكليفية ما هو واجب فهمتني إذا تركته يعني تقع في المحظور والحرام، تمام، وإذا كان مندوبا فهو مرغوب فيه، إن فعلته أجرت عليه وإن تركته فلا شيء عليك، وهكذا. هل الحنة من التبرج؟ بدون نقص. والله أنا بقول صراحة لا أراها من التبرج، إذا كانت بين النقص وهذا يعني رأيي إن شاء الله، لا تلتزموا هذا يعني هكذا أرض. إيه نعم، لأنهم يرون بعض الفقهاء في الحج كما تعرفون أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يرون يعني أن تجعل المرأة الحنة في يديها باش ما يعرفوش اللون بتاع البشرة، ما تكون داكنة. إيه نعم، باش ما تتعرفش لون البشرة الحقيقية. أظن أن التبرج إذا ما تحطش الحنة تخرج يديها مثلا مكشوفة، فهذا ربما يقع في التبرج. نعم، وإن كان مسألة فيها خلاف في مسألة يعني قفة زي يقول المرأة أو الفتاة تسافر وحدها لمواصلة دراستها خارج البلد، وأن السفر هو الحمل الوحيد. أبدا، هو الرجل لا يأمن على نفسه، مو الفتاة. لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم منها بو ولد ولد يعني بالغ ولد خو، يعني تسافر لا، خاصة هذه الدراسات كلها في أوروبا، مش تمشي ليبيا تقرا ولا مش تمشي بريطانيا ولا مش تمشي لفرنسا، يعني بلد الكفر كلها فساد، كذلك حتى الميليت. والله هذا يعني من المشاكل العويصة اليوم في بلدنا. هذو جماعة جندوبة يعطوا تونس، جماعة تونس يعطوا سوسة، سوسة يمشيوا بصفاقس، بصفاقس قفص ومكاكا البنات من بلاصة لبلاصة وسهريات خروج وتعرف يعني غير منطق. الجامعات مثلا من ولاية تنتقل لولاية كيف كيف؟ نفس نعم نفسه نفسه. فأنا قلت يعني مسألة الحنة لكي تفهموا عني أنه يعني تكون يديها كل حنة روح، مش هذا بركة. ما تظهرش اليد الكل يعني باطنا وظاهرا. وفي الرجل يعني كذلك يعني يلزم تكون مغطي الكل، يعني الرجل الكل حنة. Thank you.
ولا بأس بهذا الرجل كذلك كان به جروح أو قروح، استخدم صلى الله عليه وسلم الحنة في رجليه، ذكره الترمذي في الجامع. هذا كله ومع هذا تغطي المرأة، كل صلاحها في المرأة يعني ليما الستر فهمتني هو الآكد والأوجب في حقها، حتى لو ذكرنا هذا المسألة يعني هذه أمور من الجهة العلمية، ولكن يبقى فما شيء من الواقع الإنسان يعني يعتبر به، إيه ما عادش احنا كيما قبل. هل تعتبر صلاة التسبيح بدعة كلية؟ أبدا، في من صحح الخلق، إي نعم، فما عادش نقول أنها بدعة كلية. نعم، أهل الشام لا يزالون يعملون بهذا الخبر. أي نعم، حتى أن الشيخ لجان الله يرحمه صحح هذا الحديث. وكأنه موافق يعني هو شامي وسلك مسلكه. أما أهل الحجاز أبدا يعني يرون الخبر مردود. على كل مش تقول إيش بها في قول صحيح ولا ضعيف، أنا إن شاء الله تركي نقرأها الفن هيك وبعدين تتضح الصورة. هل تجوز صلاة خلف إمام صوفي؟ يذهب إلى الزاوية ويكتبها ويرتخب بذلك ولا يعترف بأي عالم، ونحن لا نعترف به، لا تصل خلفه إلا بشيخه بالجزم. نعم، ويطلب الكثير من الأموال من أهل المسجد، حوالي المهم مبلغ يعني مرتفع شيئا ما، ليصلي بهم لأجل صوته جميعا، دعوه وبدعته. هذا لو كان صوفيا متأثرا بشيء من التصوف فلا بأس، إذا كان يذهب إلى الزاوية فهذا حال يعني يشكل خطورة. ها أنا لا أنكر على من قال اسمه تزهد في الدنيا ولبس الصوف واعتزل الناس أكثر من العبادة، فهذا شأنه وهو يعني خير راجع إليه ولا يتأسى به. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم خالص الناس وصبر على أذاهم وبين لهم الحلال والحرام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وفهم الناس من الفتن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن أن بعض الناس الأفضل لهم أنهم يسلكون الجبال ويعيشون فيها ويأخذون شيئا من الماشية، ولكن أن يكون هذا يعني سنة يعني سنة الجميع لا، أفراد اي نعم، يضيع الدين بهذه الصورة، مش يبقى فيها البلاد يعني الفجر وخوه. اي نعم، لذلك صلى الله عليه وسلم قال يعني الذي يصبر على الناس ويحتمل اذاهم افضل اجرا، اللي ما يصبرش وما يخالطهمش. فهذا صوت جميل ولا مش صوت جميل؟ فالاولى انه هذا يذهب الى زاويه فصار فما شبهه كبيره في حقه. اما انسان يذكر شيء من التصوف ومن الزهديات ويذكر شيء من تراجم الائمه ك الشيخ عبد القادر الجيلاني مثلا او جنيد او سهل التستري او غيره، طبعا بما يحتمل يعني اذا كانت القصه مقبوله، اذا كانت القصه مش مقبوله فتسمعش. اي هذا يعني غلاة يعني بكل صراحه وجهله، حتى ان الامام مالك بن انس تعرف مش تيح هذا النقطه شبدال في زمن الامام مالك بن انس، يعني تصور طول ما في القرن الثاني جاء رجل إلى الإمام مالك ودخل إلى المدينة يذكر هذه القصة القاضية في ترتيب المدارك في تراجم يعني أصحاب مالك، يقول جاء رجل يعني تقريبا يعني من شمال الشام، فقال له يا شيخ فهمتني إن يعني إن لنا قوما يعني يجلسون أو يجلسون في زاوية فيأكلون فيشربون فيطربون فيميلون، فقال أو أحد يفعل ذلك؟ فقال الرجل نعم، فتبسم مالك ودخل البيت. فأصحاب مالك قالوا 30 سنة ما رينهوش اتحكى الضحك. يعني قالوا لقد أدخلت على مالك من الأمر العظيم. قالوا له شنو اللي عملت؟ قالوا له هذه الضحكة هذه 30 سنة تقريبا نحن قولانين ما عمرنا ما رينه يضحك هكا. يعني من غرابة الأمر. طيب هذا ما خليه وما كان شاء الله باش ما يقولوش ما جاوبناش ان شاء الله ما نجاوبوش. الحمد لله.